في التاسعة مع يوسف الحسيني، لقاء خاص مع الشاعر الكبير فاروق جويدة. وقد توارى الصبح في عيني من زمن وودعنا النهار. كواليس نصف قرن من الشعر والحب والصحافة، أهم محطات رحلة الشاعر الكبير، صائد الجوائز وفارس الحملات الصحفية المنتصرة للإنسان وقيمه. التاسعة مع يوسف الحسيني. وكتبت للعشاق شعرا لن يضلوا بعده، حتى إذا رحل المغني لن ترحل الأشعار. الليلة على قناة مصر الأولى.